يقول إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة. قط بان سوت ها نو بيل داي الإمام سوت فاتحة من بان ترم ترم. لماذا لا نعلم الإمام ونعلم الناس الفاتحة؟ لماذا؟ هاي أي قا يعني من بمرين إمام لين منو تو تاو أم بي فاتحة. إذا كان لا يحسن يقرأ الفاتحة، إذا كان إمام أو مأموم أو منفرد يصلي صلاة باطلة، إذن لابد نعلمه، لماذا نتركه؟ كان إمام رقا نسمبه يانغ من أجريد مأموم أي تنقى نية صوت فاتحة أطرو سمبه يانغ من أجب طالجة حيات أي بان يانغ من نوم نية بمرين إمام رقا يانغ نية رين فاتحة نانغ أبان ترم ترم. بعض الناس لا يريد الإصلاح، يريد فقط أن هذا صلاة باطلة لا يصلي بالناس، لا خطأ، لابد نعلم الفاتحة، لابد نتعلم نتعاون. لا لا تبان تترم جان باي باي كونك كنت سور أطراو ها باي يانن باي يانن باي أطراو كي يانن أطام يانن أطراو كي يانن نوتي كي يانن أطراو تاي بان ريبني هاي أي كي يانن من ريبني. تعلم الفاتحة وقراءة الفاتحة قراءة صحيحة، هذه واجبة على الإمام أو على كل مصلي؟ كان رين فاتحة هاي بان ترم ترو هاي نن صوت فاتحة هاي بان ترم ترو تاو بي واجب تلو إمام تامن أي ريكو تنقني. واجب على من الفاتحة؟ تا فاتحة واجب تلو ركن ركن في الصلاة على من؟ تا ركن نقن سبح يان واجب تلو إمام ريكا مأموم لا كل مسلم تنقني إسلام. إذا لابد كلنا نتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. جن جن نقني تاو تارين فاتحة نن دم باي أو بان صوت نن صوت بان ترم ترم